قلب عليه الجلال صلى الله عليه منه في عالم الوصول والظهور ما ملا الوجود الخلق ينور فتبارك الله من الله الكريم بشرنا اياته في الذكر الحكيم ببشاره لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم فجاءت هذه البشاره وتلقاها بقلب سليم فقد هدي الى صراط مستقيم اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قربى ونرى هذا الحبيب على مد السماوات والارض ومن فيهن بالترعيب واكبر الجود على بالوجود تسجد وألسنة الملائكة بتبشير العالمين الداعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والغرق وشهدك إلى هذا المسحور يقرب صدورك إلى في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنصر الحق حكمه على فتن الله عليه النعم من خواص الأمة أن يحضر عند وطنه أمة تأنيسا لجنابي المسعود ومشاركة لا فيها السباة المنذور وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين وقسم الله له بإحسان الحكمة الوافية فاتى الوقت الذي رتب الله على هدوء وجود هذا المولود فانفرغ اسمه الكمال من النور عن عمود وبرز الحبيب المحمود الله وجلاله محمد صلى الله عليه وسلم